اذا عندك ريحه فم خايبه وما تعرفش شنو السبب والا شنو الحل، راهي الفيديو هذا ليك. عسلامه ومرحبا في بيجاما توك. اليوم باش نحكيو على موضوع يقلق برشا عباد، اللي هو الباد بريث، ريحه الفم الخايبه. باش نحكيو على شنو هو اللي نجم يخلي ريحه فمك خايبه، وشنو هو الحاجات اللي تنجم تعملها باش تنحالك الريحه هذه. ما تمشي لحتى بلاصه، نجيب كاب اوف تي ونرجع. باش نحكيو اول حاجه على reasons، شنو هو الحاجات اللي تعمل الريحه الخايبه في الفم، ومن بعد باش نحكيو على solutions، يعني باش نعطيو الحلول اللي تعاوننا باش نحيو ريحه الفم الخايبه. اول حاجه هي الامراض. نجم تكون ريحه الفم الخايبه هي دليل على مرض في فمك. السوس، اذا كان عندك سوس في فمك راهو يعمل ريحه برشا خايبه. اذا كان عندك مرض في اللثه في الجونسيل نتاعك، راهو يعمل زاده كيف كيف ريحه خايبه برشا. وحاجه اخرى تعمل ريحه خايبه برشا اللي هي التاخت، ريحته خايبه برشا. النجم زاده يكون دليل على امراض في بلايص اخرى، كيما مثلا المعده، البومون، في الحنجره، في البلاصه هذه تنجم تكون زاده الريحه الخايبه من فمك جايه من خشمك. اذا كان عندك مشكله في خشمك زاده كيف كيف راهي الريحه تخرج من فمك. الصيام والجوع بالطبيعه يعملوا ريحه خايبه، اما هذاك ماهوش مرض. حاجات اخرى تنجم زاده تعمل الريحه هي الماكله اللي ناكلوها. فما برشا ماكله ناكلوها تعمل ريحه فم خايبه، كيما الحاجات اللي معروفه برشا هما البصل والثوم. اما زاده فما حاجات اخرى تعمل ريحه خايبه، مثلا القهوه تعمل ريحه فم خايبه، التشيز، الفرماج يعمل ريحه فم خايبه، الكحول اذا كانك تشرب الكحول راهو يعمل ريحه فم خايبه، الماكله الحاره زاده تنجم تعمل ريحه خايبه، والتدخين، التدخين بانواعه يعمل ريحه خايبه. تتكيف حلوزي ولا تتكيف سيجار ولا شيشه، الكل نفس الحاجه، الكل يعمل ريحه خايبه في الفم. حاجات اخرى زاده تنجم تعمل الريحه اللي هما البريسز، البريسز نقصد بهم الاباري اللي يحطوه باش يستوي بالسنين. حاجه اخرى زاده تعمل الريحه ومعروفه برشا عند الكبار في العمر اللي هي البروستيزيس، لي بروتيز دونتير، كيما نقولوا تركب فم، الفم هذاك يعمل برشا ريحه. حكينا على الريزنز، توا باش نحكيو على السولوشنز، شنو هو الحلول. اول حاجه هي التنظيف. الحاجه هذه تعرفها الناس الكل، اما ما فماش تطبيق. لازمك بطبيعة الحال تنظف سنيك على القليله مرتين في النهار، اما تنظيف السنين وحده مش كافي. احنا علاش ننظفوا سنين؟ على خاطر فما بلاك بكتيريان، بكتيريا كوش تجي فوق السنين، هذيك الكوش هذيك خايبه ويزمنا ديما نحيوها، يزمنا ديما ننظفوها. ساعات كي تعدي سنك فوق سنيك تحس اللي فما حاجه مغلفه مغطيه سنيك، هذيك هي البلاك بكتيريا، هذيك هي البكتيريا اللي انا نحكي عليها. البكتيريا هذيك تتنحى كي تغسل سنيك، والبكتيريا هذيك ما تجيش كان فوق السنين، تجي زاده بين السنين. على هذيك غسلين السنين بركة ماهوش كافي، يلزمك زادة كل ليلة قبل ما ترقد نظف سنيك بعد ما تغسلهم بالفيل دونتير، بالخيط، خيط أبيض يبدأ في أغلب الأوقات، تشدوه وتدخله بين سنيك وتنحي الحاجات البكتيريا، ولا إذا كان ماكلة وحلت بين سنيك تنحيها بالفيل دونتير. اذا كان عندك فراغات بين سنيك، عندك سباس بين سنيك والفيل دونتير ما ينحيش، تنجم تستعمل حاجه تشريها من الفارماسي، بروس صغيره فيها قياسات حسب كبر السباس اللي عندك بين سنيك. البروس هذيك تنجم جست تدخلها بين سنيك وتغسلها كيما البروس دونتيرك، وتقعد تستعملها ديما
حتىش لين تفسد تبدلها وتشري واحدة أخرى ولا تجبد واحدة أخرى. تمضمض الفم باهي زادة، أما أخيب حاجة نجم تعملها اللي هي تستعمل بندبوش الماء اللي تنضمض بيه في فمك يكون فيه الكول، هذيك لو خايب برشا لسنيك والفمك. يزمك أحسن حاجة تعملها يزمك تشري بندبوش ما فيهش الكول وفيه فليور، هذيك يساعدك برشا كي تغسل كي تنضمض بيه فمك. حاجة أخرى زادة ما أغلبية العباد ما تخممش فيها أما زادة تعمل ريحة اللي هي لسانك، يلزمك ديما تنظف لسانك، نجم تنظفه بالبغسة دوم تاعك، فما حاجات خاصة لتنظيف اللسان أما مش لازم تشريهم، نجم بالبغسة دوم تاعك تشت وتعدي فوق لسانك هكاك تنحي الكوش البيضة اللي تغطي اللسان، رأي هذيك زادة تعمل ريحة. يلزمك زادة ديما تمشي للدانتست دونتيست على قليلة مرة في العام، وإذا كانك من النوع اللي يطلع لك برشا تعطر في فمك يلزمك تمشي على قليلة مرتين في العام وإلا ثلاثة مرات في العام باش تنظف. ما تستناش حتيكش للي أي زرستي وجعتني باش تمشي للدونتيست. الدونتيست يلزمك ديما تمشي له وقاية باش ما يطلع لكش السوس، إذا كان مشيت له بعد ما طلع لك السوس راهو فات الفوت. الماكلة اللي تاكلها زادة يزمك تكون واعية اللي هي راهي تعمل ريحة. إذا كان ما تحبش العبيد تشم عليك حاجة ريحة ريحة فم خايبة، ما تاكلش بصل وثوم قبل ما تمشي الإيفنت ولا قبل ما تمشي السهرية، ولا إذا كان عندك عرس ولا حاجة حاول تتجنب تاكل البصل والثوم والحاجات اللي تعمل ريحة في النهار هذاك. حاول تبعد على الشوينغام والمنت. المنت هو الحلوى الحارة. الشوينغام والمنت ماهوش باش ينحيلك الريحة الخايبة من فمك، ينجم يغطي درج درجين ربع ساعة، أما راهو الشوينغام والمنت ماهوش باش ينحيلك الريحة الخايبة من فمك، وفما حالات بالعكس ينجم يزيد يعملك ريحة في فمك. إذا حبيت تمضى حاجة أمضى اللبان العربي بتاعنا باهي وصحي، اما اذا كان مضغط اللبان حاول ما تمضغوش البابليك، ما تمضغوش قدام الناس، امضغو في الدار على خاطر ما مش كلاسي حتى الدار. الجوع والسيام زادا يعملوا ريحة. السيام الغالب هذيك حاجة من نجم نعملوا حتى شيء، نعرفوا اللي في رمضان الناس الكل تبتع عندها ريحة فم خايبة وهذيك حاجة الغالب نجم نعملوا لها حتى شيء. الجوع في الايامات العادية نجم تحاول تاكل بانتظام، ما تخليش روحك تجوع برشا وتشرب برشا ماء. البرايسز والبروتيز الفم زادا يعملوا ريحة خايبة برشا إذا كان ما تنظفهمش، يلزمك ديما تنظفهم وتغسلهم. وفما حاجات تشريهم خاصين للتنظيف متاع الحاجات هذيك، فما حرابش ولا فما ليكويد فما أكيد تنجم تخلي فيه البروتيز 3 دقائق ولا 4 دقائق 5 دقائق تنضاف وتتنحى البكتيريا اللي فيها الكل، وهكيك تعاونك باش تنقص من الريحة الخايبة. إذا كان عملت هذا الكل يعني تنظف سنيك ديما، تنظف لسانك، تنظف بين سنيك، تمضمض فمك، ماكلتك منتظمة، ما تخليش روحك تجوع برشا، تمشي للدونتيست ديما، ما عندكش ضغط، تعمل التخطيط ديما، تعمل الحاجات اللي حكينا عليهم الكل وما زالت عندك ريحة خايبة، راهو نجم يكون عندك مرض يا إما في المعدة وإلا في الرئة وإلا في مجاري الأنف والحنجرة، يزمك تمشي تشوف طبيب مختص. وهكا نكون وصلنا لآخر بيجاما توك متاع اليوم. بيجاما توك هي كيما استأنسنا قاعدة نكونوا فيها ريلاكس، لابسين بيجاما، محضرين كابوتي ونحكيوا على مزيدنا ما ينقصنا. إذا كان عجبتك الفيديو متاع اليوم وعجبوك النصائح متاع اليوم ما تنساش thumbs up and follow، وتنجم زادة تنزل على النقوس هكاكا تجيك notification كل مرة نهبط فيها فيديو جديدة. إذا كان زادة عندك حاجة تحبني نحكي عليها المرة الجاية اكتب لي كومنتار، ونشوفك إن شاء الله بالبيجامة توك الجايه.